من ضمن الأسئلة، هل ممكن واحد يشتغل في شركتين ريموتلي بفول تايم شغل دوامي كامل عن بعد، ولا هيتكشف وهيتقفش؟ أنا مرتبي كل شركة هياخد عدد ساعات الدوام بتاعها وساعات العمل ومش هيكون في أي تقصير. الحقيقة إن الرأي الإيجابي بيقول إن عملين بفول تايم ده معناه إن أنت بتحرق نفسك، ولو استحملت شهر ولا اتنين مش هتقدر تكمل بعدين، عشان كده لازم يكون ليك حياة حرفين. لكن لو أنت لسه بتبدأ حياتك نصيحتي جرب وابدأ، ومش بس عشان هما يكتشفوا الموضوع، جرب الموضوع في البداية. فلو كان بالنسبة لك الموضوع تمام وقدرت تكون نفسك وقدرت، لكن خلي بالك انت تخيل نفسك بتشتغل الصبح وبعدين تكمل شفت بالليل 8 ساعات او 9 ساعات هنا و9 ساعات هنا، فين حياتك الشخصية؟ فين ايام الاجازات بتاعتك؟ ممكن انك تجرب التجربة دي لشهر اتنين، ولكن لو لقيت نفسك فعليا مضغوط من كل الجهات خلي بالك الموضوع ده بالنسبة لك هيكون في مشاكل على مستوى نفسي. سيبك بقى من مشاكل الشركات وان انت ممكن تبقى في كونفليكت او في تضارب مصالح، انت شخصيا لازم يكون بالنسبة لك واضح. اقدر افهم لو حد بيشتغل شغل كلي ومعاه شغل بارت تايم، ولكن يبقى كل شغل بالكامل كله فول تايم مرتين، ده بالنسبة لي مش هيكون افضل حاجة.